جائز كاس الأمور ترحشين ما خسر يلي يواليها اهتمام ولا من فيها راعي أغنى. التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، وهكذا ينطلق شوطنا الثاني عشر الخاص بالجعدان. الاذاعه المهجنات الاصايل انطلاقه سليمه وموفقه نتمناها لجميع المشاركين. نسير الى المقدمه واتابع المركز الاول، وهنا شاهين لهادي بن عبد الله بن ركاض العامري في مقدمه الشوط، والصداره بينما في المركز الثاني عندنا اللي هو سنان لسالم بن حمد بن حضيرم لكتبي على المركز الثاني، بينما ناقد اللي على المركز الثالث وفي ثالث المراكز. هذا هو مشاهدينا الكرام رعد لسالم بن مطر بن حاضر لكتبي، ورابعا من الجانب الاخر المركز الرابع من الجانب الاخر يتقدم على ما يبدو لي بان شعار بالطير هذا يتقدم اللي هو مشاهدينا الكرام الفارس عبد الله بن معيوف بن محمد العامري يتقدم في هذه اللحظه، وخامسا وصل في هذه اللحظات كيفان مطر بن علي بورقيبه الخاطري، وسادسا وصل في المركز الخامس العام هذا، بينما في المركز السادس وصل في هذه اللحظات صريح لمحمد بن عتيد بن عبيد بن حارب الرميثي، والمركز السابع وصل الان سكر لسهيل بن محمد بالذويب العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما في المركز الثامن دخول بدا الان من قبل راهي محمد وسليم بشويرف العامري، وتاسعا وصل في هذه اللحظات مذخور راشد بن حمد بن سعيد النيادي، وعاشرا هذا هو النشمي لحمد بن سعيد بن حمد المدهوشي. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء النتيجه للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات. عوده من جديد الى مقدمه الشوط والى البدايه. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى البداية إلى المركز الأول، وهنا على المقدمة سكر سهيل بن محمد بالذويب العامري يقدم لنا سكر على المقدمة على الصدارة الأولى. روح يا بالذويب
روح يا راعي نجلة، يا راعي الأبجر والكثير والكثير من الأسامي التي صالا وجالا بهذا الشعار الجميل في مقدمة الشوط بين مذيب عبد الله بن صالح الغيلاني. مرحبا بهل سيح الرمث، واصل الان بن النخار، واصل بن النخار مع ذيب عبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني. المركز الثالث، المركز الثالث، اتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل وسريح محمد بن عتيج بن حارب الرميثي. الله وسكر على المقدم، سكر وبن النخار، بن النخار وبن ذويب. الى وين الانتصار؟ الى وين الفوز؟ الى الطوية ولا يغادر الحدود؟ الى اهالي جعلان، الى اهالي سلطنة. لكن خلاص بن ذويب روح، راعي نجلة روح، روح بالانتصار، روح الى العين، الى العين. اسعد الله صباحكم يا اهالي الطويه، اسعد الله صباحكم يا اهالي الطويه، يا اهالي الطويه على هذا الفوز والانتصار. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما في المركز الثاني، من المركز الثاني هنا الوصول من راهي محمد بن سليم بن جوير بن عامري. المركز الثالث وصل الذيب لعبد الله بن صالح بن سالم الغيلاني. التوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني. تهانينا والناموس للجميع.